شغلات، نحن إضافة لهي ممكن نوزع لكم شيء اسمه تاب ستاند اللي هو عبارة عن حنفيات دغري بتركب على هلا نحن عم ناخذ تدريب عملي عن كيفيه تركيب خزان الاطفان. هلا هو خزان الاطفان نحن بنركبه في الحالات الطارئه وقت نحن بيكون في عنا حاجه انه نحن يكون في عنا مصدر المياه وخصوصي المياه الصالحه للشرب لا تجمعات مثلا سكانيه. هلا الشباب عم بيطبقوا بشكل عملي انه هن شلون بدهم يركبوا خزان الاطفان في اسرع طريقه وباحسن الظروف. خزان الاطفان مش شايفينه هلا بيامن من المياه الصالحه للشرب تقريبا 3000 شخص في الحالات الطارئه في اليوم الواحد. هي قاعدة بلادر، بلادر ستاند نسميها ستيل ستراكشر. هذا المنشأ المعدني تم تصميمه بسوريا لحتى يحمل الخزان المطاطي للبلادر، وممكن يستخدم بحالات الطوارئ، يعطي ارتفاع مسافة 3 امتار، استخدامه كتير سهل وتركيبه كثير سهل، ممكن يتم تركيبه بدون استخدام اي اداة. اليوم انهينا المخيم التدريبي للمياه والاصحاح اللي اقيم في منظمة الهلال الاحمر العربي السوري، واللي شارك فيه 80 متطوع من المتطوعين العاملين في فرق المياه، واللي التدريب هذا تم من خلال مشروع المياه المشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. هدف التدريب الأساسي كان رفع قدرات المتطوعين العاملين في الميدان في مجال المياه والأصحاح وبناء قدراتهم وإعطائهم التدريب الأساسي بدون الدخول للتفاصيل الدقيقة، فقط التدريب الأساسي المتعلق في المضخات، المولدات، الخزانات، اختيار الأماكن الصحيحة، تخطيط الموقع، إعطاء فكرة عامة ميكانيكية وكهربائية عن المولدات والمضخات، بحيث يقدر المتطوعين العاملين في مجال المياه والأصحاح التعاون مع مؤسسات مياه الشرب والمجتمعات المحلية والجهات صاحبة العلاقة في تقديم المساعدة العاجلة والطارئة مباشرة إلى المستفيدين في مرحلة لاحقة. التطوع هو مفهوم سامي بأن تقوم بتقديم الخدمات الأساسية للفئات الأشد ضعفا بدون انتظار أي شكر أو أي نتائج مادية من هذه الخدمات. نحن بفرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور نقوم بتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والدواء وإيصال خدمات المياه والمستلزمات الأساسية للسكن لجميع المستفيدين ولجميع الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو ميولهم الفكرية. نتمنى من جميع الشباب اللي يحبوا مفهوم التطوع ويحبوا تقديم العمل الإنساني ينضموا ويساعدونا بهذا العمل بفرع الهلال الأحمر العربي في سوريا وجميع فروع المنظمة بسوريا.